في غزة يحبون فلسطين لكنهم يبنون الأردن، هيك بدك تعترف. إذا هذا الكلام مش معجبك انتهار، لا حول ولا قوة إلا بالله. لن نلتقي لا أنا ولا أنت في أي موضوع. أنا آسف أيها الإخوان إني رفعت صوتي لأنني أعتقد أن الجريمة التي ترتكب في هذا الدولة هذه المنطقة هو اتهام الأردن. كل اللي تفاجئوا عن كل أرض فلسطين صاروا أبطال وقادة. كل اللي وقعوا أوسلو أبطال، واللي وقع وادي عرب خاين، اللي وقع كان ديفيد أبطال. إيش معنى يعني أنا أظلهم كان؟ أنا مثلك مناضل وطني قومي إسلامي مبدع. لا تحللني وزير الدولة، الدولة تخطئ، الدولة تدخل في معارك، لا شيء لنا الأردنيين. أنا يعني أسف يعني الكلام وحدة وخرجنا، دخلنا بوحدة وخرجنا بفقر كبار، اعتبروا سيد الأمور. هي بطبيعة الأمور، ما أنا كنت مع الإخوان وطلعت. طب أنا دخلت بالرضاية وطلعت بالرضاية. طيب يا عمي الخلاف. هاي طبائع الأمور كيف يدخل الناس وكيف يخرجوا؟ مارست كل الحكومات. لماذا أجوا عليها؟ من يقول هذا الكلام؟ وكل المواطنين اختلفوا على شيء تافه. اختلفوا على شيء تافه في منطقة تافهة. مثل ما بصير في أي بلد آخر. أنا بقولها واحد واعي ليش يجوا علينا؟ بيجي واحد ثاني يجي قال ما يجينا؟ تعرف شو عندنا؟ يلعن شكله. ما يقولها والطقاعة والطقاعة. ما قال غيرك أسفل من هيك، ما قال غيرك أسفل من ذلك. إخواني ترى الأردنيين في العالم يعلمون الشيزوفرينيا، شخصيتين الإنسانية، إلا الأردنيين وثريد بيرسوناليتي تريزوفرينيا. إذا اجتمعوا الشرق الأردنيين اللي من أصل الشرق الأردني لحالهم بلا تسير الناس يجوا عليهم، شاركهم طبيعتنا، أكلوا اقتصادنا، حولونا لحراس على أموالهم. يستمع الغرب الأردنيين لحالهم. رعيان وخراسين جينا نجرناهم وعلمناهم وغريناهم سوينا لهم دولة وين ندفع رواتبهم. يجمع الطرفين مع بعض وتطلع الشخصية الثالثة، الشخصية الكذابة. احنا مجتمع المهاجرين والأنصار، احنا أقوى. وظيفتي وظيفتك تساوي مجتمع المهاجرين والأنصار. وظيفتي وظيفتك، مش وظيفتك تظل بالغرفة المسكرة، ولا وظيفتي أظل بالغرفة المسكرة. انفتحوا على بعضكم. آسف.